لم تتوقف هذه الآلة الثقيلة أو ما تعرف بالشيول عن العمل، رغم أن قائدها أبو رائد المطيري مبتور القدم ويعاني من ضعف عضلة القلب. 45 عاماً وهو يروض هذه المعدة الثقيلة على أن تكون مصدر رزقه بنقل الرمال من مكان لآخر. لي طال عمرك حول 45 سنة أشتغل على شيول، أترزق الله لعيالي، وهذا هو مصدر رزقي. والله نوب حصلنا 200 ونوب حصلنا 300 ونوب ما شلون، والحمد لله ماشي الأمور. وأنا كان معي سكر ومعي ضغط ومعي وسويت قصدرة والحمد لله. والله الحمد لله ما يغطني شيء، ولا أحد يغطني، ولا تعرض أحد، ولا أحد يتعرض. ما لي مشاكل مع أحد علشان أنغث ولا. ما إن تطلق الشمس خيوطها يبدأ يوم جديد متناسيا عنها البارحة. كبر سنه جعله يقلص ساعة عمله دون أن يتخلى عن هذه المهنة، وبقي هو الوحيد فيها بعد رحيل أقرانه. من أول ما همتنا الشغلة هذه، نشتغل ولا همتنا، لكن مع كبر السن أكيد الواحد يتعب. طال عمرك من صلاة الفجر طال عمرك أصلي وأقرأ وردي وأنحر شغلي، ولا جاء العصر رحت لبيتي. الرجال اللي بيشتغل ما يرد وهو صاحته ما يرد عن الشغل قليل. أنا كان أخوياي طال عمرك يجدون عن 10 وكلهم راحوا، واللي مات واللي كب الشغل. يبحث هذا الرجل خلف هذه الرمال عن رزقه. لم يمنعه بتر قدمه وجزء من الأخرى وقسطرة قلبه أن يتخلى عن مهنة تعلق بها منذ ما يزيد عن 4 عقود. أحمد العثمان، NBC، عنيزة.